رجل يريد أن يتزوج من أجنبية زواج عرفي وغير مسلمة بغرض السفر للخارج والحصول على الجنسية. ذلك من أقبح الأعمال التي يفعلها المسلمون في دول أوروبا. يكتب فقط أنه تزوج فلانة على ورق وهو مسؤول عنها كزوجة أمام الله، وإذا أنجبت من الزنا سيلحق الولد باسمه. من أجل ماذا؟ من أجل جنسية دولة كافرة.